انا اليوم كما قلت انا فرحان وقع الصلح وتنطلب هذا الصلح ديال اليوم يكون صلح شاد وقوي وربما غادي يعطينا باش نخدموا يد في يد لان سر النجاح ديال اي اقلاع اقتصادي عامه والسياحه بهذا هو العمل يد في يد وتنادي المسؤولين باش نخدموا يد في يد وما تكونش يعني حسابات شخصانيه. البار عزيز عن المجلس الجهوي للسياحة بفاس، سؤال لكم حول هذا اللقاء مع السيدة الوزيرة. هو هذا اللقاء جد منتج وأنا متأكد بأن الوزيرة غادي تساهم في المجيد من إعطاء أولوية لفاس، لأن نحن دائما تنديروا اجتماعات في الديجان معها في البرلمان ودائما لا ليها ولا الوزراء الآخرين، لا الوزارة المعنية بالأمر هي السياحة ولا المالية ولا الداخلية ولا الاستثمار ولا كذا. في جل اللقاءات ديالنا دائما تنهضر على فاس ولا عصم الخطوط الملكية المغربية. اللي شخصيا أربعة الولايات السابق كانوا عاطيني واحد اسم في البرلمان في غرفتين، مسيو لونتيغام اي ديزاكور افيك اكور. قلت لهم أنا ماشي ضد لارام ولكن لارام في المشاكل ديالها راها أربعة ديال الولايات نفس المشاكل. راني قلت لهم كما حميت راني استغليت ربما تكونوا سمعتوها، حميت على الرئيس المدير العام ديال الخطه الملكيه هذه ثلاثه اسابيع ولا اربعه في البرلمان، لان كل شيء كان ضده حتى الوزير ربما كان عنده بعض الثاني لان تعيطوا ربما تأدب، لان المشكل اللي قالوا له وهو النقصان يعني في الطياير، النقصان في الرحلات، يعني الجهات كلها تتشكى. ولكن كما قلت قبيله اسمح لي، راه فاس كانت عندها سبعه ديال الرحلات وحده في الاسبوع كازا فاس، الناس يجوا من اوروبا ومن لوز يجوا لفاس، اليوم بقات غير بعض، يعني الجنوب يعني اللي ما كان عنده زيرو افيون عطاو 11، عطاو الاسواقيه الاكادير، الاسواق المراكش، انا قلت لها ثلاثه ديال لي فول بار جور، وفاس اللي كانت عندها فول واحد بار جور هي سبعه بقات غير بعض. ملي هضرنا مع السيد الوزير وانا حنيت عليه ديك الساعات، لان ما يمكنش ينافس شركه اخرى غاينه ذلك الدعايه، ولكن هذا واقع. كانت عندها 126 طياره، دابا زاد 300 زاد 100 هي 526 طياره. قلت لهم حافظوا حاولوا على هذا الموديل، لان ما يمكنش يدير المنافسه الكبار، ولكن في نفس الوقت يعطي قيمه القيمه لبعض الجهات وما ينقصوش من القيمه ديال فاس. وراكم سمعتوا يعني السيد مهدي كيفاش قال النقصان للخطوط الملكيه المغربيه، النقصان يعني في التسويق المنتوج السيائي الثقافي لفاس، اللي تنقول وهذا واقع تنعيشو جميع، فاس تنتحدى العالمين، فاس جهه فاس بكناس اغنى واثرى جهه في المغرب ككل. يعني كما قلنا كاين فاس المدينه القرويين، كاين المولى ادريس، كاين افرانات هذا التزحلق يعني كذا، كاين صفرو اقدم مدينه من مدينه صفرو الى قريه فاس، يعني البهالي اللي ديال 3000 سنه، يعني تاونات، تازه، بولمان، يموزاكن، هذا الشيء كله ترى كذا. اليوم تتقول الوزيره بان وهذا برنامج يعني هذا راه خارج الوجود، بان غادي يوصلوا 17 مليون ونص ماشي 16 مليون، تنصلح 17 مليون ونص في افق 2026 و26 مليون في افق 2030. اليوم المشكل البنيه التحتيه هي المشكل الاول. اولا ملي هضرنا على الخطوط الملكيه المغربيه خاصه والخطوط عامه، راه اليوم ما بقاوش يصيبوا سكون ابيل لي سلوت. شنو هما لي سلوت؟ يعني البلايص ديال الطياير في قلب المطارات مابقاوش صيفطهم اوكتوم ما كاينينش. اذا مشكل ديال الطاقه الايوائيه، تحسين الجوده، اعاده النظر في البنيه، المشكل ديال كوفيد اللي هو خلى مشكل عويص، يعني واحد الاعداد ديال الفنادق السياحيه مسدوده. فاس على سبيل المثال بالي جامعي هذه دابا كانوا قال لك عامين ثلاث سنين، هذه كثر من سبع سنين او ثمان سنين، هو هذا ربما زاقته خمس سنين او كذا. بقاو بعض الفنادق اللي هما خصهم يتصلحوا باش يكونوا طبقا يعني لي نورم انترناسيونال، يعني هادو كلهم زائد البنيه التحتيه. المغرب هو غادي في بنيه في الطرق في التراموي، غادي في التي جي في، يعني غادي في طرق السيار. يعني فاس قلنا لهم في الرباط بان في عام 1993 كان اول طريق سيار اوتوروت اللي كاين فاس طنجه
غيبغاو الزان ما دارش. قلت لرئيس الحكومه السابق، قال لي غادي نشوف مع الوزير المعني بالامر، شفت مع رئيس يعني الوزير المعني بالامر اليوم، باش جاوبني هذا الوزير اليوم، باش وزني هذا الوزير اليوم، قال لي دابا نشوف دابا كاين اولويات اخرى. الا كنت غنبقى هاله على هذه المدينه على السي ار تي كذا، انا غادي نستقل في اقرب وقت، هذه من جهه، وهذا تصريح يعني تنتحمل المسؤوليه فيه، وفي نفس الوقت تنهني راسي وتنشكر السيده الوزيره وتنسكل بعض المسؤولين، ما يمكنليش نذكر الاسامي ديالهم شكون هما اللي دخلوا، باش اليوم راهني حتى العشرة غير كذا، باش غير تعطاتني اشاره للمجيء ديالي ديال هنايا. وانتم لاحظتوا يعني البارح كان مسؤول على المجلس في الرديف، يعني البحث دوز لهم الامور بسلاسه، دوزنا لهم 100%. اليوم كان المجلس الاداري بقدر السيد الوالي والساده العمال والساده كذا، يعني غير هذا تيعطي الكلمه للسيده المديره ديال الرديف، تنقول لهم سيدي بالاجماع لا نقاش كذا باش ما نقولوش في كذا كذا كذا، يعني قرر ذاك النهار باش نشد فمين ديك الفمين هكا حوار ميثاق الاستثمار، ولكن نظرا للغيرة ديال البلاد والمحبة ديال فاس اللي تنحماق ونموت عليها، وقال تهضر معاه تيقول لك غادي يخوي فاس، يعني تندير استثمارات على عرق سيفي، يعني الشغل الشاغل هو التشغيل، تشغيل وتطبيق روح المواطنة الحقة وأداء الضرائب، لأن بأي تشغيل شغلتي لازم فيها الضرائب، وأي استثمار راه فيه الضرائب وفيه بعض الوجبات اللي هي في بعض الأمور ديالك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.